مساكم الله بالخير. تأملوا معايا قصة طفل أسمراني طويل ولد ونشأ في قرية تبعد عن عاصمة عمان مسقط 160 كيلومتر. بات نجما يهتف باسمه في النرويج وإنجلترا وفي العالم العربي أجمع. نجح في مهنته لأنه أدرك معنى الأخوة مبكراً، علماً أنه مسيرة العملية تعتمد على العمل الجماعي والتكامل. ورث صفة الذود عن الحمى من والده، ونشأته كانت في مزرعة تعلم فيها الصبر وعلمته درس مهم جداً، إنك إذا أردت حصاد محصول جيد لابد أن تتعب، ولكن جني الثمار السريع يفقدك الكثير منها. اللقب اللي يحبه علي فلو، اللي كان يكره الحراسة ويعيش دور الهداف، ليصبح لاحقا أحد أشهر وأفضل الحراس في تاريخ كرة القدم العربية، حارس مرمى منتخب عمان ونادي الهلال، النجم علي الحفصي. الوالد من مواليد 1940، انولد في زنجبار في احد المناطق اسمها تنزانيا. استقر 13 سنه في تنزانيا، بعدها رجع الى عمان وهو عمره 13 سنه في عام 1953. الوالد وجدي بعد ما رجعوا عام 1953 عاشوا في، احنا عايشين في ولايه المضيبي محافظة الشرقية شمال في عمان في قرية العينين. البيت اللي عشنا فيه كان بيت جدا بسيط، كان في وسط المزرعة، كان في بيتين، في بيت القديم اللي هو كان مبني بالطين اللي هو عاشوا فيه سواء أجدادي، عاش فيه أبوي وعاشت فيه أمي وعماتي وخالاتي. البيت الجديد في غرف كثيرة بحكم العيلة كانت كبيرة. البيت كان في ما يقارب 8 غرف مع صالة كبيرة ومع مجلس، وكان الأجمل من هذا كله، يعني أجمل الأشياء اللي دائما أتذكرها، إن كنا يعني من كبر العيلة، الوقت الجميل اللي دائما أتذكره الوقت اللي كنا ننام فيه جميع الأخوان، كنا ننام في غرفة واحدة، يعني تحصل يمكن 4 أو 5 أخوة عايشين ويناموا في غرفة واحدة، فتحس فعلا معنى الأخوة والألفة والقرب اللي ما بين أخواننا حسيناه في ذيك الفترة.